الرابط بين وجدة والرباط، وأمطار الخير تتهاطب، أمطار الخير تأتي مباشرة بعد انتصار الفريق الوطني المغربي على نظيره الكونغولي 4-1 والتأهل لمونديال قطر 2022. الحمد لله على هذه التساقطات التي عمت جهة الشرق ونحن في وسط المغرب الآن، والتساقطات مستمرة الحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. نأخذكم في جولة في الطريق السيار الرابط بين وجدة والرباط، وجدة الدار البيضاء، يعتبر الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وجدة من الوسائل التي فكت العزلة عن جهة الشرق وسهلت التنقل بين مدن الشرق والغرب، وبفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فقد عرفت مختلف جهات المملكة بنية تحتية متميزة، والجهة الشرقية من الجهات التي عرفت والحمد لله بنية تحتية متميزة. هناك الطريق السيار وجدة فاس، وهناك الطرق السريعة الناظور وجدة، وهناك مطارات العروي ووجدة أنقاد، وهناك ميناء بني نصار، وقريبا إن شاء الله ميناء غرب المتوسط الذي يقع بين الناظور والدريوش، والذي سيعطي دفعة اقتصادية مهمة لجهة الشرق، وسيبوئها مكانة متميزة بين جهات المملكة، إضافة إلى مشاريع تنموية أخرى. وأمام هذه البنيات التحتية فما على رجال الأعمال والمستثمرين إلا مواكبة الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الجهة الشرقية وفي مختلف ربوع المملكة من طنجة إلى القويرة. لازلنا معكم في الطريق السيار، نأخذكم في جولة طريق السيار الرابط بين وجدة والدار البيضاء، مرورا بطبيعة الحال من مدن عيون توريت ثم قرسيف دازة فاس فاس خميسات كناز تفلت. الحمد لله الأمطار تتهاطل طريق السيار، بعد تساقط الأمطار بدأت الخضرة على تكسو بعض السهول بهذه المناطق التي نمر بها.